وللحديث عن الضربات الإسرائيلية في سوريا في الفترة الماضية التي تزامنت مع تهديدات تل أبيب بتوجيه ضربة لإيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية المحلل السياسي والعسكري أديب العليوي. أهلا بكم أستاذ أديب. أهلا بكم. وفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن الطيران الإسرائيلي نفذ هجومين في العامين الماضيين استهدف فيهما منشآت كيماوية سورية. كيف يمكن قراءة استهداف تل أبيب للمنشآت الكيماوية السورية؟ نحن نعلم أن يعني النظام السوري بعد أن قصف الغوطة منذ سنوات نفذ عملية كبيرة الحقيقة، راح ضحيتها الكثير من المدنيين، من الأطفال ومن الشيوخ ومن المدنيين العزل، بضربة كيميائية على أثرها قام أوباما وقرر حقيقة، كان يعني هناك جدية كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية لقصف النظام السوري، وبذلك تدخلت إيران. وعندما تدخلت إيران أوقفت هذه الضربة باتجاه النظام السوري، لكن بصفقة إيرانية أمريكية استدار على أثرها أوباما للمشهد السوري تماما، وبقي النظام الإيراني أصبح مسيطرا تماما على المنشآت الكيميائية الموجودة على الأراضي السورية. النقطة الأخرى، المناطق التي الحقيقة أو البحوث العلمية التي يتواجد بها المنشآت الكيميائية والتي حاولت إيران سيطرة عليها واستطاعت بعد هذه الصفقة، قررت إيران أن يكون هناك سيطرة كاملة على هذه المنشآت والبحوث العلمية، مراكز البحوث العلمية الكيميائية وتطويرها، واستحداث أيضا مصانع للصواريخ المتوسط المدى يمكن استخدامها ضد العدو الإسرائيلي. وبذلك قامت يعني إسرائيل بضرب العديد من المنشآت في جمرايا. أكثر من مرة تم قصف مركز البحوث العلمية في جمرايا، في الناصرية في شمال دمشق أيضا تم قصفه أكثر من مرة، في محافظة حمص، محيط محافظة حمص تم قصف أكثر من مركز أيضا، وهناك في مصياف أيضا تم قصف منشآت البحوث العلمية الموجودة في مصياف، والأهم من ذلك تم قصف ما كان يسمى في معمل الصواريخ في وادي جانب، كلها مرتبطة مع بعضها. وبالتالي أنا أقول أن هذا القصف كان ممنهج من قبل القوات الإسرائيلية، هو ليس استهدافا للمنشآت الإيرانية دعيني أقول بالمطلق، لكن الإيرانيين هم الذين يسيطرون وهم أصحاب القرار الكيميائي أصبحوا في سوريا. أستاذ أديب، على صعيد آخر، نفذ الجيش الأمريكي اليوم إنزالا جويا واسعا على ريف مدينة البصيرة في محافظة دير الزور. ما مدى اقتران هذا الإنزال الجوي بالضربات الإسرائيلية التي كان آخرها على اللاذقية لأهداف إيرانية؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك ربط بين هذا وذاك. ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إنزالات ليس جديدا، يعني منذ يومين كان في البصيرة، قبلها في بداية الشهر الحالي كان هناك أيضا إنزال في منطقة الشحيل. وبالتالي أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على المنطقة الشرقية بشكل كامل هي من يعني هي لها مصالح في تنفيذ هذه الإنزالات. هم يقولون أحيانا أنه خلية لتنظيم الدولة أو أن يكون هناك مهربين للأسلحة أو غير ذلك، لكن دعيني أقول أن المصالح الأمريكية تفرض أن يكون هناك إنزالات في كل فترة، ويعني لا يخلو شهر من المرور إلا ويكون هناك إنزال جوي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة مع قسد. ولا أستطيع الربط بين ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الشرقية وهذه الإنزالات مع ما تقوم به القوات الإسرائيلية بقصف المواقع الأخرى وآخرها ميناء اللاذقية. ولذلك أنا أقول أن ليس هناك حتى الآن أيضا ليس هناك انسجام كامل بين ما تقوم به الولايات المتحدة وبين ما تقوم به إسرائيل، وليس هناك نية للاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل لقصف إيراني محدد، إن كان في العمق الإيراني وإن كان في المصالح الإيرانية. أنا أقول أن سياسة أوباما حاليا سياسة بايدن حاليا هي تشبه سياسة أوباما، بمعنى أن ليس هناك الضغط الكبير على الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا، وليس هناك نية لضرب العمق الإيراني.
بعد تعثر المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ووصولها إلى طريق مسدود بسبب مطالبة إيران المفاوضين ببعض الشروط والرضوخ لها، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الضربات تعتبر ورقة ضغط غربية لردع إيران في سوريا؟ يا سيدتي، أنا لا أجد أن هناك يعني ورقة ضغط غربية. أنا قراءتي للأمور تقول بأن الغرب يتماهون مع المصالح الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تهدد لكن بشكل خجول حتى الآن. لا يوجد ضربة أمريكية حقيقية يمكن أن نقول أنها يمكن أن تكون قاصمة للظهر لما تقوم به إيران على الأراضي السورية. يعني دعني نؤكد على نقطة، أن في وضح النهار يعني تدخل المسيرات الإيرانية، صحيح بأنها تحاول إخفائها وتمويه العربات التي تنقلها، لكنها طائرات مسيرة وصلت إلى مطار تيفور منذ أيام، ومطار تيفور لا يبعد عن القاعدة الأمريكية يعني بضع عشرات الكيلومترات، قريبة جدا يعني منها بمعنى. وبالتالي أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها حتى الآن جدية لقصقص ويعني أجنحة إيران ومخاربها على الأراضي السورية، فما بالك في ما يعني هو داخل الأراضي الإيرانية. أنا أقول أن السياسة الأمريكية حتى الآن تحاول أن تكون ناعمة جدا مع إيران ولم تكن خشنة، بينما الغرب يتماهون مع السياسة الأمريكية. وأعتقد أن هناك قواسم مشتركة كبيرة بين الغرب وبين يعني إيران. ماذا عن إسرائيل التي هددت بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، وإلى أي مدى ستكون مباشرة إلى إيران أم من خلال سوريا أو العراق؟ يعني يبدو لي أن يعني إسرائيل لا تستطيع بمفردها دون تغطية إيران دون تغطية أمريكية أن تقوم بهذا الدور، ولو قامت بهذا الدور يعني هي تكون يعني تلعب بالنار، حقيقة تلعب بالنار لسبب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا ترغب في ذلك، وبأن بايدن هو الذي يحذر من يعني قرار فردي تقوم به إسرائيل بضرب، لأنها ستورط الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ترغب ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا تستطيع إيران بمفرد إسرائيل بمفردها القيام بضربة دون تغطية الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي والعسكري أديب العليبي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة ريحانية التركية.